بسم الله، ايه اللي يميز اللايت عن اي فاميلي تانية؟ تعال نشوف. هعمل سيلكت واقول لودد فاميلي، فلاقي حاجة جديدة اللي هي اللايت سورس دي مش موجودة، بغير في اللايتنج اللي هو هيبقى شكل الانارة ازاي، بحيث لما اجي اعمل ريندر. تمام، في الريفت حاجة اسمها ريندر اهيت، لما تدخل في 3 دي او تكون واخد كاميرا تيجي هنا تلاقي ده شو ريندر دايلوج، فيبدا يعمل ريندر. فشكل الاناره هيبقى عامل ازاي في الريندر؟ تمام. طيب لما اعمل عليه سيلكت بيبدا يطلع لي لايت سورس ديفينيشن، هيبقى شكل الشكل نفسه بتاع الاناره عامل ازاي. ممكن يبقى واخد نقطه كده، ممكن يكون واخد خط مستقيم زي ما انت شايف اهوت، بعد كده ممكن ياخد مستطيل او شكل دائري. طيب التوزيع نفسه ممكن يبقى بالشكل دوت من جميع النواحي، او بالشكل دوت كأن نص كرة او سبوت، او هنا بقى هديله ملف من على النت يبدأ يشتغل بيه. تمام، يعني ده هيختلف حسب ملف النت اللي انا هرفعه له دلوقتي الـ IES. فهاجي هنا في الفاميلي تايب الاقي هنا اعداد الاضاءة، فهقول له هنا من الفوتومتريك ويب فايل هقول له انا عايز احمل ملف. تقدر تحمل اي ملف من اللي بيجوا مع الريفت او تحمل من على النت، تعمل سيرش هتلاقي كتير جدا، فتبدا تختار الشكل اللي انت عايزه. تمام، ابلاي، فيبدا يغير لك الشكل وشده الاضاءه وشو كل حاجه، كل الحاجات دي هتتغير وهتبان معاك لما تيجي تبدا تعمل الريندر في ملف الريفت، تبدا الشكل الاناره ده يبدا يظهر معاك. تمام. طيب لما تيجي تحط الاناره لازم تكون واقف على السيلينج فلور، مش على الفلور بلين، لازم تكون واقف على السيلينج بلين على اساس ان انت لما تيجي تحط تطلع على السيلينج على طول، لان الفلور بلين بيبص من فوق لتحت، السيلينج بلين بيبص من تحت لفوق. تمام، فهاجي هنا من سيستم واقول له انا عايز احط لايتنج، وهنا بيقول لك هتحطه على الحيطه، لا طب هتحطه عليه على الفيس، فتبدا تشوف المكان اللي انت هتحط فيه، تبدا تحط الاناره بتاعتك بالشكل دوت.